كمان طريق الزعفرانه شهد النهارده، الزعفرانه راس غارب محافظه البحر الاحمر شهد فجر اليوم حادث مأساوي. اتوبيس ركاب اصطدم، كان رايح من القاهره للغردقه، اصطدم بسياره بتريلا اللي هي نقل تقيل، بيبقى لها تريلا كده بيبقى لها يعني جزء تاني، و أسفر الحادث عن وفاة 12 شخص وإصابة 30 آخرين منهم 3 أطفال، في 11 مصاب خرجوا، في 3 من أسرة واحدة توفوا كانوا يعني رايحين رحلة للبحر الأحمر أو للغردقة. خلونا نعرف تفاصيل ما حدث. عماد عرفة مراسل اليوم السابع في البحر الأحمر. عماد مساء الخير، الحادث حصل إزاي؟ هي طبعا ان الحادث ده زي ما حضرتك ذكرت كده حصل الساعه 5 صباحا. البلاغ وصل لمرفق اسعاف البحر الاحمر الساعه 5 بالظبط او 5 و10 بالظبط تحديدا. طبعا سيارات الاسعاف كلها اتحركت لموقع الحادث اللي هو قبل مدينه راس غارب ب 40 كيلو. المكان ده يا استاذه لميس تقريبا بيبقى بعيد جدا من الغردقه، ففي عربيات كتير من الاسعاف شاركت من محافظات مختلفة زي السويس، زي نقط تمركز السويس اللي هي قبل الزعفرانة، شاركت في نقل المصابين والمتوفين للمستشفى. بس ده ساعتين ونص تقريبا من الغردقة، فهو يعني يمكن بالزبط. أقرب من السويس أو كده، ده بعد طريق الجلالة على طول. بالظبط يا فندم، هي ده نقاط التمركز اللي في اللي تابعة لمرفق إسعاف البحر الأحمر. طبعا شاركت سيارات الإسعاف كلها، العدد كان 30 سيارة شاركوا. طيب، كان في اكثر من 20 سياره من محافظات السويس والمحافظات القريبه من موقع حصل ازاي الحادث؟ حصل ازاي يعني الطريق ده، الطريق ده اتحسن ازاي؟ حصل الحادث ده؟ الحادث طبعا ان السياره النقل اللي هي التريلا كانت ماشيه ببطء شديد على الطريق، والاتوبيس اتصدم فيها من الخلف، وطبعا كانت في سرعه زايده جدا، وفي الغالب ان هو طبعا السائق توفاه الله، لكن في الغالب اللي كانت السرعة كبيرة وهو نام هو أثناء القيادة فحصل التصادم. طبعا زي ما حضرتك ذكرتي عدد الوفيات كان 12 وفاة وعدد المصابين 30، إلا أن دلوقتي يعني وأنا بكلم حضرتك كان خرج أكثر من 20 مصاب من المستشفى، وبقى 10 بالضبط الموجودين في المستشفيات، في منهم 5 في الغرداء وفي 4 في مدينة راس غارب، وفي حد تحول لمستشفى في القاهرة. هل نعرف منين إذا كان السواق نام أو في سرعة زايدة؟ هل في التحيات ابتدت تطلع ولا إيه؟ طبعا في لجنة فنية من إدارة المرور ليها طبعا حساباتها في السرعة وفي التصادم، وطبعا معاينات النيابة هي أكدت طبعا إن في يعني هو السواق كان في جاي في اتجاه العربية النقل، يعني في الممر بتاع العربية النقل بالظبط، وهي ماشية ببطء، فهو يعني تحقيق بتقول يعني لو هو مستيقظ اكيد كان انحرف بعيد من الاتجاه اللي ماشيه فيه السياره التريلا الكبيره دي. انا عارفه ان في مثلا 3 من اسره واحده يا عماد، يعني كلمني عن الضحايا. هو يا فندم طبعا اغلب الضحايا من محافظه البحر الاحمر، الاسره دي من محافظه هنا، كان اب وام وبنت وبنتهم، وطبعا اغلب يعني كان في ناس طبعا من القاهره جاي الغردقه، اللي جاي شغله اللي جاي يتفسح، وطبعا كل 12 وفاه زي ما حضرتك ذكرتي، و30 كان منهم 3 اطفال صغيرين، 3 اطفال طبعا من المصابين، ودلوقتي يعني اغلب المصابين خرجوا. الموجودين حالات ما بين متوسطه وخطيره، في منهم في العنايه المركزه تقريبا 5، والباقي منتظر بس يعني اجراء عمليات زي كسور وكده، وهيخرج خلال ساعات ان شاء الله. شكرا زميلنا عماد عرفة مراسل اليوم السابع البحر الاحمر.